اهلا بيكم مره تانية في الماتش. مسيره طويله جدا من الاداره الكرويه في مصر، ما بين اتحاد الكره كمدير تنفيذي في فترات عصيبه جدا الحقيقه، وفترات انتقاليه او كانت فترات مستمره، والمسيره ممتده حتى انشاء رابطه الانديه بشكل واضح وبادوار واضحه، فاصبح عضوا فيها هو اللواء النائب الدكتور ثروت سويلم، عضو رابطه الانديه المصريه. ست لواء، اهلا بيك، اهلا منورنا. بيك كابتن هاني، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ سعيد جدا ان انا اكون موجود معاك. والله ده شرف كبير لينا، والله انت منور حاجه الدنيا. من الاعلاميين اللي حاجه راقي جدا، اللي فعلا الحمد لله الحمد لله، يعني في تألق دائم ربنا وان شاء يبارك، الله دايما متألق باذن ربنا الله. يبارك فيك يا رب، منورنا يا فندم. حبيبي كابتن طب هاني، هبدا معاك الاول بماتشين مصر مع السنغال، احنا على بعد يومين والتالت الماتش المرتقب ممكن نصفه باهم ماتش في اخر 4 سنين وخلال ال4 سنين اللي جايه، يعني شايفهم ازاي الماتشين دول؟ لا انا شايفهم كمان ان في نوع من الرغبه من كل المصريين يتفرجوا على الماتش في الاستاد القاهره. نعم، يعني مش عاوز اقول لحضرتك رغبه الجمهور المصري انه يكون داعم للمنتخب، رغبه في تذاكر الماتش. موضوع صعب جدا، وصعب جدا انك توفر كل التذاكر لكل المصريين يعني، بس دي يبين فعلا قد ايه ان الشعب المصري حابب جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله يمكن اول مره يكون في بطولة كأس عالم في دولة عربية. مظبوط. من حقنا طبعا هيكون أسهل لنا بكتير إن احنا نحضر في نهائيات كأس العالم ومنتخب مصر موجود، فده مدي أمل كبير جدا للشعب المصري إن شاء الله النتيجة إيجابية في الماتش الأولاني، وربنا يوفقنا في الماتش التاني إن شاء الله. يا رب. شايف الاستعدادات ازاي؟ يعني انا شايف انه في اهتمام كامل من كل حتى الدولة، يعني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، بتغريدات دعم للمنتخب بعد أمم افريقيا للمرحلة اللي جاية. النهاردة المران كان بيمثلكم حتى في الأستاذ أحمد دياب إلى جانب رئيس اتحاد الكرة ووزير الرياضة. شايف الاستعدادات ماشية ازاي بشكل كامل؟ شايف ان يعني اعتقد ان جهاز المنتخب جهاز محترم جدا. يمكن ناس قبل كاس امم كان عندها تخوف من الجهاز اللي موجود، لكن احنا شفنا فعلا نتائج محترمه جدا في كاس الامم. شفنا مجلس اداره جديد برئاسه الاستاذ جمال علام، انا يمكن سنين طويله كنت قريب منه، راجل محترم ومجلس اداره محترم. قد يكون دوره مع المنتخب يعني بعيد شويه، لأن المنتخب جهاز مستقل بمدير فني اسم كبير جدا، فشايف إن الحمد لله الحمد لله إن دوره بعيد شوية، دي أعتقد محتاجة نقف عندها، لأنه اتحاد الكرة معروف أنه مسؤوليته الأولى هي المنتخب، فدور المجلس الحالي برئاسة جمال علام بعيد شوية عن المنتخب معناها لا إيه؟ مش بعيد شوية إن هو مهمش، لا بعيد شوية إنه مدي للمنتخب ولجهازه الحرية الكاملة، أما كل طلبات الجهاز بتتنفذ من الاتحاد. لكن انا بقول لحضرتك لا بعيد شويه، يعني ما كانش زي زمان كده ان مجلس اداره اتحاد الكوره كان متواجد كل تدريب، والمواضيع دي اختلفت قبل ثوره 25 يناير. المواضيع مختلفه تماما، بقت في احترافيه في الاداره الرياضيه. تمام، فانا قصدي اقول لحضرتك بعيد يعني انه ده افضل، يعني الوضع الحالي سايبين للجهاز مفهوم. الفني دوره الكامل، محدش بيتدخل، مفيش اجهزه او الاجهزه الاداريه موجوده او الكلام ده، لا اتحاد الكوره ليه دوره والجهاز الفني ليه دوره. فانا شايف ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني كل ما طلب من المدير الفني اتعمل، سيان من الرابطه ممثله في الكابتن عامر حسين كرئيس لجنه المسابقات او من اتحاد الكوره من الاستاذ جمال علام. فاعتقد ان الحمد لله كل حاجه توفرت زي ما هو عاوز. مفهوم. المطلوب التوفيق من ربنا ان شاء يا الله في رب الماتش باذن الله. يا رب. طيب بمناسبه الكلام عن اتحاد الكوره الحالي، اشتغلت حضرتك مع الاستاذ جمال علام واشتغلت مع المهندس هاني ابو ريده، ايه الفارق ما بين المرحلتين او ما بين الاسمين كاسمين بيترأسان الاتحاد المصري لكره القدم؟ يعني فارق في الاداره نفسها ولا فارق في في الاداره. او كمجلس اداره؟ يعني انا اشتغلت مع الكابتن هاني ابو ريده مجلس اداره من 16 ل 20، ويمكن احنا مشينا 19، مظبوط، ومع الاستاذ جمال علام من 13 ل 16. مظبوط. المجلسين على فكره ما كملوش، يعني المجلسين انا كملت الدوره الاولى للاستاذ جمال علام 6 شهور تقريبا، ومع الكابتن هاني كملت شهرين وبعدين انا مشيت كمان. لا يعني الكابتن هاني ده اسم طبعا، يعني اللي عاوز يعرف الكابتن هاني ابو ريده برضه كابتن هاني يشوف كابتن هاني بره في دول العالم كلها. سافرت انا كتير مع الاتحاد في
حضور انتخابات الاتحاد الدولي والعربي والافريقي، لا شفت شفت اسم احنا نتشرف انه موجود. كاداره اتحاد الكوره يمكن احنا الكابتن هاني لما يتقال انه كاس امم 2019 كان هو مصر ان يجيبها مصر. ايوه لما جت مصر كانت هي يعني الوبال اللي جه ان مش اتحاد الكوره اتعمل بطوله عالميه فعلا. بس اللي عمل البطوله طبعا الدوله واجهزه الدوله، احنا ما توفقناش، فكانت النتيجه ان اتحاد الكوره مشي. في الكابتن هاني مش انا اللي هقيمه، لان ده عضو في اتحاد الدولي واتحاد افريقي واتحاد العربي، فربنا يوفقه طبعا فيهم. واعتقد ان اسمه في مجال الكوره في العالم كله واحد من 22 واحد في العالم كله، حاجه محترمه جدا. استاذ جمال علام انا 4 سنين معاه، و4 سنين بعد كده برضو صداقه بينه وبينه، حد محترم جدا، اداري جدا، كان مجلس قوي جدا. استاذ جمال علام كان موجود الكابتن حسن فريد، الحاج محمود الشامي، مظبوط، احمد مجاهد، كابتن سيف زاهر، كابتن خالد لطيف، دكتوره صحر الهواري، افضل ما يعني واحده مسكت كره القدم النسائيه في العالم كله. في العالم كله طبعا وربنا يوفقها ان شاء الله ويوفقها في اللي جاي. كابتن عصام عبد الفتاح، لا اسماء مع الكابتن هاني المرحله الثانيه اسماء. مفهوم. فانا قصدي اقول لحضرتك لا يعني انت بتتكلم على اتحاد كوره كنت بتقعد في مجالس ادارات اسماء ونجوم قاعدين، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن شوبير لاعب رئيس اتحاد كوره، تكلم في مجالس اداره كان واحد يتشرف انه موجود معاهم. وبالتالي كل واحد انا عشت معاهم فترات معينه. اعتقد ان انا يعني كنت كضابط شرطه اول مره اخش اتحاد الكوره. أيوة. فكان هم مستغربين ومش حابين وجودي. يعني انا فعلا بعيد، ما كنتش من المنظومه اصلا يعني. كنتش من ازاي منظومه اصلا جه دخولك للمنظومه كده؟ ازاي كده؟ يعني كانت الثوره قامت والشرطه كان حصل مشاكل بقى وزاره الداخليه وكده، فكنت انا وهاب الهيطه في الحج ولقينا اعلان المدير التنفيذي قلت له اترشح. فعلا؟ قال لي ترشح انت حد عارفك؟ قال لي انا صوتي بس هتاخده وهاب الهيطه. قلت له مفيش مشكله، لو اترشحت وبعدين هم اختلفوا مع بعض فانا نجحت. يعني انا ما كانش حد يعرفني. مفهوم. يعني فانجحت واصريت ان انا يعني الضابط اللي جاي من الشرقيه من ارياف الشرقيه يبقى مدير تنفيذي اتحاد الكوره. حبيت ان انا احط بصمه مفهوم واعمل اسم وما جاملش حد. انا مجامل بس عمري ما جاملت، مجامل بطبيعه شخصيتك ان انا ريفي اصلا. مفهوم. بعيد عن مجلس نواب ومجلس الشعب وكلام من ده، لكن دي طبيعتي ان انا ريفي. فالمجامله ما كانتش مجامله ضد الصالح العام. مفهوم. و8 سنين مروا في اتحاد الكوره. مع مسيرة طويلة من 8 سنوات، ايه اللي ممكن تقول ان انت بتفتخر ان انت قدمته للكرة المصرية يا سيادة اللواء؟ يعني قد يعتقد الناس كتير قوي كنت بتهاجم كتير. اذا مثلا كنت دايما اقول انا اهلاوي يا جماعة. بس انا علاقتي بمثلا رئيس نادي الزمالك الكابتن شرف المنصور، علاقة زمالة في المجلس، علاقة ان انا كنت يعني عارف انك عاوز تاخد القرار او تنفذ قرار لاتحاد الكورة. فكان دايما مجلس الادارة يقول لي اتعامل انت. اتعامل معاهم انت. فكان دايما يبقى فيه هجوم عليا، حتى لما جيت دخلت الرابطة يقولوا تاني. هو ده تاني؟ طب هو ده تاني؟ طب انت شفت مني ايه اصلا؟ يعني دايما يا كابتن هاني الامور الناس بتبص لها بمنظور خاص. لما يجي مثلا بعد ماتش الاهلي وبيراميدز حصل كده مشاكل في الملعب. انا ما كنتش اي ماتش الماتش الاخير ده تمام، فانا ما شفتش الماتش اصلا. يعني كان في احد قيادات الشرطه متوفي وكنت انا في العزاء. وبعدين فجاه كده لقيت بيعملوا مداخله. فبيسالوني ايه رايك في الجماهير، في جماهير الاهلي وهتافهم على لعيبه البيراميدز، وانا ما اعرفش حاجه. فقلت والله لو في جماهير تجاوزت في عقوبات، وعاملين لائحه احنا في الرابطه والكابتن عامر حسين عرض اللائحه وكلها توفى عليها، فلو في خروج عن النص هيبقى في عقوبات هتتاخد يعني. لقيت تاني يوم واحد كاتب كده ثروت سويلم يتوعد جماهير النادي الاهلي. يا عم توعدت فين بس؟ انا لا توعدت ولا عملت. انا كل اللي فيها قلت لو في تجاوز. انا لا شفت ولا سمعت. وبعدين انا ما بتكلم في المداخله كنت قلت انا ما شفتش وما سمعتش. لا انا بالمداخله ما جبتش سيره حاجه. انا اصلا زي ما بحكي لحضرتك كده. اوكي لو في تجاوز
في عقوبه تمام وفقا للائحه. لكن في الاول وفي الاخر انت بتتكلم على اسماء نجوم كوره، عبد الله السعيد وشريف اكرامي ورمضان صبحي واحمد فتحي، اكتر ناس ادوا النادي الاهلي. فانا ما احبش برضو ان جمهور النادي الاهلي ده بطبيعه، وانا بتكلم وانا اهلاوي فانا مش حابب ان الناس دي ادت النادي الاهلي لكن راحوا نادي تاني، ايه المانع يعني؟ فبتكلم على كابتن هاني، انت بتتعامل من منطلق انت مش عارف هم عاوزين ايه، اللي بيهاجمك بيهاجمك ليه، لكن في الاول وفي الاخر امشي صح واعمل الصح وما فيش حاجه هتتمسك لك يعني. معنى كده انك اتضايقت من انه كنت شايف انه لا المفروض يبقى في عقوبه، حتى وان كانت ما فيش اساءه بس في هجوم على لاعيبه بيراميدز من جمهور الاهلي؟ لا انا طبعا انا ما سمعتش وما شفتش، لكن انا من اول يوم كنا في الرابطه طلبت من اعضاء الرابطه، وعلى فكره كابتن هاني الرابطه دي ولاول مره نشوف مجموعه منتقاه محترمه جدا. يعني انا كنت في الاول يعني ما فيش، انا 8 سنين في اتحاد الكوره فمش حابب ان انا اكمل. وانا لما سبت اتحاد الكوره في 25/8/2019 بعدت تماما عن شارع الجبلايه، ولا اكلم اعلاميين ولا اتكلم، ما بحبش انا اسلوب واحد يسيب مكانه بقى ويقعد يتكلم ويهاجم اللي مسك والكلام ده. فاستاذ عمرو الجناني استلم مني اتحاد الكوره، خرجت وشكرا. ليه مشيت ساعتها؟ ليه استقلت مع تعيين اللجنة الفرنسية؟ استقلت؟ لا ما هو أنا يعني هي الشكل استقالة، لكن هو كان المفترض إن أنا لازم أمشي. يعني الكابتن هاني والمجلس كله مشي، أنا أحد العناصر الرئيسية في الاتحاد. فكان مطلوب ثروت يمشي وعامر حسين، كابتن عامر حسين يمشي عشان يبقى الاتحاد جديد. وفي نفس الوقت برضو أنا لما جه الأخ اللي هو المبعوث اللي من الاتحاد الدولي في روندا، أنا كنت حاسس إن دي نهاية وجودي في اتحاد الكورة. اللي هو مين؟ فيرون ده. فيرون الممثل للفيفا. جه قال لك إن أنا جاي أشوف الاتحاد الكورة ماشي إزاي مع الأخ اللي موجود ده اللي هو عليا أنا يعني. فجه ما قابلنيش. قابلنا عند الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف اللي طلبني وقال لي تعالى يعني تعالى نتقابل سوا إحنا التلاتة. فمقابلته حسيت إن لأ أنا بره الموضوع. شكرا. هل شايف انه اساسا وجود لجان معينه لاداره الاتحاد على مدار سنتين امر يسيء للكره المصريه؟ طبعا يسيء للكره المصريه، ومع احترامي جدا للجنه الاستاذ عمرو الجناني واللي معاه، كان مجموعه محترمه جدا، احترامي للاخ وصديقي العزيز طبعا كابتن احمد مجاهد، عشت 8 سنين برضه في اتحاد الكوره، لكن انت اصبحت من الدول سيئه السمعه. حطوا مصر بلجنه هداره كرويا يعني من الناحيه الكرويه ان كده يبقى في مشكله كوره في كوره هنا. اعتقد كانوا 11 دوله، كنا احنا ال 12 دوله. الدول اللي الاتحاد الدولي بيشكل لجنه هي اللي تدير الكوره في مصر. ده كان موضوع يعني ما اعتقدش انه في صالح مصر. والحمد لله يمكن عدى سنتين وجي مجلس منتخب. ودي مرحله انتقاليه برضو للاحسن ان شاء الله. هل كان في احتمال لإجراء انتخابات بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة، انتخابات عاجلة بدل تعيين لجان؟ بص يا كابتن هاني هقول لك لأول مرة. بعد الكابتن هاني استقال 7/7 20/7 كده جمعية عمومية اجتمعوا وقالوا عاوزين يقعدوا معايا، قعدنا في اتحاد الكرة كان 90. احنا كنا 237 عضو في الجمعية العمومية او 227 حاجة كده يعني. فجه حوالي 90/97 وانا قلت لهم وموجودين كلهم واكيد هيسمعونا يعني. قلت لهم لاول مره في التاريخ يجي لكم فرصه عمركم تحطوا دستور للكوره في مصر. يعني اعملوا لائحه انتوا مع واحد ملوش فواتير. تمام. اللي هو حضرتك. لا انا داخل انتخابات. مفهوم. ولا انا عضو انتوا اخترتوني. فهيبقى في حرج. اعملوا لائحه واول مره تكتبوا لائحه هتمشي، وانا متفق مع دكتور اشرف صبحي ان احنا نعمل لائحه عشان بعد 3-4 شهور نعمل انتخابات وكلام من. كان كل ده متظبط وكان في تنسيق مع دكتور اشرف صبحي، وبعدين جت بقى الامور زي ما حضرتك شفت كده. لجنه والاتحاد الدولي بعت المبعوث ده وشكلوا لجنه واتشكلت لجنه، فكان لازم انا امشي. كان لازم تمشي. كنت داخل الانتخابات اللي فاتت دي اللي اسفرت عن وجود المجلس الحالي؟ لا طبعا هو ما كانش فيه انتخابات يعني، هي كانت قوائم مغلقه. وبعدين انت برضو يعني بتشوف ان الناس ليها اختياراتها وليها اختياراتها للمرحله دي. فاختياراتها للمرحله دي لازم تحترمها.
لانك انت برضو راجل دوله، انت نائب في المجلس وبتشرف ان انا في حزب مستقبل الوطن، فشايف ان في توجه معين او اتجاه لاختيار مجموعه معينه تدير السنتين اللي جايين دول، كان وجب ولازم ان احنا نحترم أي. القرار ده. تمام. وانا شايف ان هم برضو يعني حقيقي اختيارات في محلها لتنفيذ مرحله انتقاليه. المرحلة الحالية. يعني انا شايف ان اختاروا فعلا اختيارات تتناسب مع الفكر الحالي، انك انت عاوز تعمل هيكله اداريه للاتحاد. وارد ان كان يجي يعمل هيكله اداريه في الاتحاد في وجود حد من العناصر القديمه، كان يبقى في صعوبه في التنفيذ. وبالتالي يعني انا النهارده لما تيجي حضرتك تقول لي الاستاذ فوزي غانم يمشي من اتحاد الكوره، وانا موجود، كان هيبقى في مشكله. فانا عشان كده انا فعلا بعد الامور ما بتتضح لك كده بتقول لا اختيار. عن مفهوم. الاختيارات دي انا كنتش لا اقبل، ولا حد كان يحب ان واحد زي ده عمود فقري في اتحاد الكوره. واوعى كابتن هاني حد يقول لك مثلا ان الحاج فوزي غانم ده محسوب على حد. الحاج فوزي غانم ده من ايام المشير عبد الحكيم عامر وهو في اتحاد الكوره، يعني ربنا يديله الصحه والعمر، لا عمود فقري في اتحاد الكوره. فبالتالي لا، يعني لما تيجي تبص للاوضاع اللي موجوده، كان فعلا اللي اختار المجموعه دي كان فعلا حريص انه يختار ناس تقدر تمشي اتحاد الكوره لمرحله سنتين تعتبر مرحله انتقاليه للاحسن يعني. ايوه. طيب بالنسبه لاتحاد الكره بشكل عام كلجنه خماسيه وبعدها لجنه ثلاثيه، تقييمك لعملهم بغض النظر عن ان وجود لجنه في حد ذاته امر يعني مضايقك، لكن تقييمك بقى لشغلهم في خلال الفتره اللي اشتغلوها كانت ايه؟ اللجنة الأولى الكابتن الأستاذ عمرو الجناني اسم كبير طبعا في مجال الاقتصاد، حاجة محترمة جدا. لكن أنت النهارده يعني أنت اخترت الأستاذ عمرو الجناني والمجموعة اللي معاه في وقت صعب جدا لمرحلة مهمة جدا، ما كانوش اشتغلوا أصلا في إدارة رياضية كاتحاد كورة. يعني الأستاذ عمرو الجناني كان عضو في نادي الزمالك مجلس إدارة تقريبا، وكان دكتورة سحر عبد الحق كانت رئيس نادي، ايوه. كل شخصيات محترمه جدا، دكتور جمال محمد علي، لكن لا والكابتن فاضل، لكن انا بتكلم فيه والكابتن احمد احمد عبد عبد الله. الله. لكن انا بكلم كابتن هاني، انت جاي في مشيت مجلس اداره برئاسه الكابتن هاني ابو ريده، مشي قدم استقالته، جم لجنه ما اشتغلوش في اتحاد الكوره قبل كده، امر صعب جدا. ايه الصعب فيه؟ ما اللي هو ثروت سويلم لما اشتغل في اتحاد الكوره كان ما اشتغلش قبل كده في الكوره، ف إذا كانت الدراية موجودة والمعرفة موجودة فالخبرات هتكتسب فهتقدم جديد للكورة. الخبرات هتكتسب، لان انا معلش يعني انا ضابط شرطه، مفهوم. يعني انا كاداره بعيد عن الاداره الرياضيه، يعني الضابط الشرطه بالذات لا يشتغل في اي حاجه. وبعدين انت بتكتسب بسرعه، لكن انت النهارده لما تجيب مجموعه كامله تدير اتحاد كوره بعيده تماما عن الاتحاد مع عناصر موجوده كل واحد فيهم تساله بقى له 40 سنه و30 سنه في اتحاد الكوره، مع جاي عليك كورونا، لا هم كانوا برضو سيئين الحظ، يعني جت كورونا دي مظبوط. غيرت مسار الكوره في مصر من استمرار الدوري. وانت النهارده يا كابتن هاني لما جيت تيجي تعمل الدوري الحالي حسيت انك بتعاني بسبب استكمال الدوري في الموسم اللي الاولاني قبليه. للجنه الخماسيه، ايوه. فانا بقول لحضرتك لا هم ناس حاولوا واجتهدوا، لكن انت بتتكلم برضو في ناس كانوا بعيدة تماما عن المبنى ده. المبنى ده برضو عشان تشتغل فيه لازم تكون عارفه ودارسه. عشان كده لما جه المهندس احمد مجاهد كان الموضوع سهل بالنسبة له، اسهل من اللجنة الخماسية. ليه؟ هو من 20 سنة، من 30 سنة وهو في اتحاد الكورة، حافظ كل حاجة في اتحاد الكورة. نفس اللي بتقوله حضرتك ده هو بيختلف مع النظرة العامة من الجماهير اللي يقولوا ايه؟ مش كفاية بقى الأسماء القديمة، هيقدموا ايه جديد؟ ما هو اشتغلوا وخدوا فرصتهم، محتاجين كوادر جديدة. شايف وجهة النظر دي ازاي سيادة اللواء؟ لا طبعا في مجال الكرة بالذات، يعني انت عاوزين وجوه جديدة. طب الوجوه الجديدة دي هينفع تكون عضو في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي؟ يعني انت النهارده يتدرجوا لحد ما ما يوصلوا صعب لهم. جدا، صعب. لولا الخبرات ولولا انك انت بتعمل علاقات، يعني هل متاح لاي حد فيهم يمارس يبقى عضو اتحاد افريقي او اتحاد دولي او اتحاد عربي زي الكابتن هاني ابو ريده؟ من الصعب جدا، من الصعب جدا انك انت تخلق حاجه زي كده بسرعه. فلازم وجودك المستمر، ما بنقولش مثلا الناس دي خلاص ما بقاش اللي هي، لكن ممكن تدريجيا ما تشيلش المجموعه بالكامل، أي تمشي مفهوم.
ولكن النهارده لما جيت تجيب لجنه او مجلس اداره جديد، جبت الاستاذ جمال علام كان رئيس اتحاد الكره قبل كده، فالامور بالنسبه له حافظ القصه. جبت الحاج محمد ابو الوفا كان عضو اتحاد كره قبل كده، دكتوره دينا الرفاعي كانت عضو اتحاد كره قبل كده. ده مزيج بتخلط ما بين القديم وبتخلط العناصر الجديده. ايوه كابتن حازم امام كان عضو قبل كده، كان عضو قبل كده. فما بنتكلمش، والناس دي ما كانش عليها اي علامات انها تكون موجوده في المجلس الجديد. أيوه. عشان كده بقول لك كابتن هاني، لا مش كل واحد اشتغل ممكن تهاجمه وتقول كفايه كده، لان ممكن اللي موجود ده بخبراته يعمل لك منتج احسن ما مفهوم. تتخيل. مفهوم. التحكيم في الكره المصريه شايفه ازاي؟ شايف ادارته عامله ازاي؟ وهل شايف انه في تدخلات احيانا بتسيء الى التحكيم بشكل كامل؟ خالص خالص. التحكيم عندنا احسن حكام في افريقيا، ومش مجامله ليهم، انا كنت قريب منهم، ويمكن انا اول ما مسكت وكان وبقيت صاحب قرار، يمكن الكابتن عصام فتاح كان عضو مجلس اداره، فقالوا لا لازم يكون في رئيس لجنه مظبوط جديد. قعدت مع الحكام قلت لهم انا عاوز كنت تختار رئيس لجنه الحكام. لقيت كده بالاجماع كده بالاصوات ان الكابتن سمير عثمان ممكن يكون افضل رئيس لجنه حكام. تمام، جبته وقعدت معاه واخترت رئيس لجنه حكام. دي اهليه اقصر فتره في اقصر التاريخ. فتره مع شهر، ما هو اتشال بعد ما انا مشيت على طول. لكن انا بكلم حضرتك كنت حابب جدا ان يكون للتحكيم طريق واضح بخبره جديده بشباب زي ما هم عاوزين، زي ما حضرتك بتقول انت عاوز الجديد. مفهوم. طب هل انا جيت انا مثلا استغنيت عن كابتن وجيه احمد ولا الدكتور عزب. عزب حجاج؟ لا طبعا، كانوا اداريين، وكان ده مدير فني وده مدير اداري. عاوز اقول لحضرتك الناس متخيله ان التحكيم في مثلا تحكيم مجامله نادي الاهلي او نادي الزمالك، مفيش كلام من ده، لكن احنا اللي بنسيء للتحكيم، لان كل حكم برضو عاوز يبقى ناجح، لكن هو مش عاوز كلام، انك انت بتبقى فيه نوع من الخضه بقى من الجماهير، مفهوم مفهوم. اهلي وزمالك تحديدا. بس انتوا كاتحاد ما بتخافوش من زعل الانديه دي؟ عاوز اقول لحضرتك بكل تاكيد يعني ما كانش بيحصل الكلام ده، ولا كان يعني ممكن تتخيل مثلا ما كان ممكن رئيس نادي يقول لك انا مش عاوز حكم فلاني، ولا كنا بنفكر في كلام كانت ده. طبعا فاكر ان القصه بتاعت سنه 2016 دي، اللي هي المكالمه اللي نشرت لحضرتك مع كابتن وجيه احمد والحكم جهاد جريشه وبيحبوا رئيس الزمالك، دي كانت ايه تفاصيلها؟ ودي مش شايفها ان هي تعد دليلا على انه مش عايزين نزعل ده فنجيب له ده او هكذا؟ خالص. انا كان في الوقت ده كان الكابتن وجيه احمد كان المستشار ما بيحبوش او بيهاجمه، فانا اصريت ان انا الكابتن وجيه احمد اجيبه ارجعه، ولان هو كان بسببي انا، بسبب المكالمه دي كان نشر الكابتن وجيه احمد. مظبوط. كابتن وجيه احمد من احسن الناس اللي في التحكيم. المكالمه عادي، انا بتكلم خلي بال حضرتك المكالمه دي كان كويس ان هي جت على قد كده. انا داخل الشرقيه عندنا محمد بلد يعني، وراح اعزي، وبعدين هو بيكلمني واول مره يكلمني، اصلا يكلمني الكابتن وجيه، ده مكتبي تحت ومكتبه فوق، تمام. فبينزل لي اول مره يكلمني في التليفون، فانا بقول له يعني الراجل بيحبك وما تقلقش يعني وكده، انت جايب حكم مين؟ ده يدل برضو ان انا ما اعرفش، تمام، ان انا اللي بيبعت لي الحكام عشان ابعت الجوابات بيهم، انا ما اعرفش مين اللي يحكم. قال انا جايب الكابتن جاد جريش. طب كويس، بلدياته يعني مش قصدي يعني مش بقول له لا هاته، مفهوم، لا ده انا بساله اتقال ما اتقال في الموضوع ده. لكن عاوز اقول لحضرتك انت في الاول وفي الاخر انت راجل ريفي، وراجل بتتكلم ليك بلدك وليك ناسك وليك اهلك، فبتبقى حريص جدا على انك انت صورتك تبقى محترمه قدامهم. فما مش هستحمل ولا حد ممكن يقلل مني او يتجاوز عليا، فبالتالي ما بحاولش الواحد يغلط. المجامله الغلط يعني بتؤدي الى كوارث. مظبوط. فبالتالي انت بتجامل بجامل في الصح. هاجموني وقالوا لي الشرقيه وصعد الشرقيه، كل الكلام ده لما كنت تبص على الورق ما فيهاش مجامله. انا الشرقيه وصلت دوري الترقي، فانا عاوز اصعد يبقى الدوري المجموعه 16 نادي، فقلت اصعد الشرقيه والسكه الحديد ونادي الشمس، الانديه اللي وصلت الترقي. ليس مقصود بي، وارد ان يكون جوايا عاوز اجامل الشرقيه، بس جاملت كل الانديه القديمه، السكه الحديد، الشمس، ازاي دول ما يصعدوش القسم الثاني؟
بس ما بتمشيش كده برضه. لا انا ما مشيتهاش كده، ما انا برضو مش يعني انا ما بعملش الغلط. انا دلوقتي عاوز اخلي المجموعات 16 نادي، ف16 نادي تخليني اطلع كل دوري الترقي، فطلعت كل دوري كل الانديه اللي وصلت دوري الترقي، قلت يخشوا المجموعات، يبقى كل نادي بدل ما تبقى المجموعه 12 نادي تبقى المجموعه 16 نادي. مظبوط. فمش قصدي يا كابتن هاني ان انا اصعد الشرقيه تحديدا، اه وارد ان يكون من جوايا مفهوم. عملت كده عشان اصعد الشرقيه، بس انا بصعد انديه برضو تقيله. السكه الحديد ده قسم ثالث، ما ينفعش السكه الحديد، نادي الشمس اكبر نادي في الشرق الاوسط قسم ثالث، فالموضوع اتهاجمت بيه، بس مش المقصود بيه ان انا ايوه مجامله. مفهوم. طيب هل رئيس الزمالك استاذ مرتضى منصور عرض عليك فعلا منصب في نادي الزمالك قبل كده؟ كان ساعه ما استقلت حضرتك من اتحاد الكوره قال انه رحيلك خساره وانه هيعرض عليك منصب، فهل ده حصل؟ لا مش هيعرض عليه منصب، هو في عرض عليا، الزمالك عرض. قال المدير التنفيذي نادي الزمالك ورئيس قناه الزمالك، كان لسه بيعمل القناه، ايوه. وانا قلت له انا يعني انا شكرته جدا طبعا لانه يعمل كده، وفي نفس اليوم اللي قدمت استقالتي فيه، لكن طبعا قلت له انا اهلاوي، ويعني الموضوع هيبقى فيه، ايوه. وفي نفس الوقت انا حبا فيه هو برضو صعب التعاون، يعني صعب الشغل مع المستشار مرتضى. ازاي؟ لا يعني انا لما اكون صديقه حاجه، لما اشتغل معاه حاجة لا انا تانية. ما ينفعش، انا يعني انا احب صداقته، لكن التعامل الوظيفي او كده لا لا. لكن ليه لا؟ عشان احافظ على علاقتي بيه. انا عاوز اقول لك ان يعني علاقتي بالمستشار قد يكون ما بنشوفش بعض كتير، لكن انا مثلا من الناس اللي فعلا بكون ليه كل حب واحترام. في اتحاد الكوره كانوا جت فتره كده كان هو بيهاجم اتحاد الكوره كل يوم، مظبوط. يصحى من النوم يشتم في اتحاد الكوره، قالوا لي انت بقى اللي ترد عليه، انت مش معنى انا، ده انتوا كلكم ليكوا قنوات، كل واحد فيكم ليه برنامج، واصروا ان انا اللي اطلع عشان يعني ارد على المستشار. وكنت ده من المواقف اللي انا كنت يعني زعلان جدا ان انا ممكن هيحصل رد، وطبعا صدام. واللي كان مستضيفني بقى الكابتن مدحت شلبي، فكان حابب بقى نعمل ايه قصه طويله، لكن الحمد لله عدت. يعني قدرتها ازاي القصة الطويلة دي؟ قدرتها ان انا يعني قلت الحقيقه، قلت له يعني كان الزمالك والمقصه لو تفتكر، دي الهاندبول؟ لا كرة القدم الماتش، كرة الهاندبول؟ لا اللي ما راحش فيها نادي الزمالك، للزمالك ما راحش فيها، انسحب فيها. فهو قال لو رجاله اتحاد الكوره يقولوا بقى ان ايوه. احنا خسرانين، فقالوا لا رد عليه بقى وانت المتحدث الرسمي لاتحاد الكوره. فقلت المستشار المتضرر يتعملوا تمثال في نادي الزمالك، اللي عمله في نادي الزمالك ما حدش عمله. يعني بدات الحوار ان انا ادي له حقه كنادي ومنشآت وكده، لكن انه يغلط بقى في اعضاء اتحاد الكوره لا مش مقبول بصراحه. قلت كده. يعني بص، اسهل حاجه في الدنيا قله الادب، لكن اصعب حاجه في الدنيا الادب، ايوه انك تبقى مؤدب دي بقت صعبه في ايوه الزمن ده. مظبوط. فسياده المستشار النتيجه 2-0 للمقصه، ما تضيعش وقتك. وبعدين بقى كان الاستاذ محمود معروف والاستاذ هاني شاكر كانوا هاجموني، فبدات دخلت قلت اخش فيهم بقى، هم يعني ايه اسهل. اسهل اسهل. لا اله الا الله. لا وبعدين هو قابلني بقى قال لي انا انت بتوصف لي بالرويبضه، قلت له لا رويبضه ايه، ده انت حبيبي انت عمنا. انت حبيبي. طيب سيادة اللواء، بمناسبة الكلام عن الكابتن مدحت شلبي، كان ليك تصريح برضو معاه قلت ان المستشار مرتضى منصور عايز حكام مصريين لانه نفسه في بطولة. والله ما حصل، التصريح اتقال. هم خدوا بص، الموضوع كان في ماتش الزمالك وسموحه، والزمالك عاوز حكام مصريين وسموحه عاوز حكام اجانب. ايوه. المحترم المهندس فرج عامر قال لي بص خلاص ماشي، يعني انت هتجيب حكام مصريين؟ قلت له اه. قال لي طب بس بعد اذنك يعني ايه انا هشد معاك في الكلام شويه، وقلت له تشد، ما احنا الزمالك في المجلس ما فيش مشكله. ده اللي هو مين؟ المهندس فرج عامر. تمام. والمستشار قلت له بص هنجيب حكام مصريين، انت عاوز تمشي يعني انت في امور معينه، ما انتش انت قاعد عمال عارف بتلعب عشان توصل لنتيجه انك اي انت تمشي بالدوري. فجاء بيقولوا لي، قلت لهم يا جماعه المستشار نفسه في بطوله، فهو فاكر ان البطوله هيجيبها له الحكام المصريين، والمهندس فرج عامر عاوز يكسب الزمالك، هم خدوا الحته بقى ايه، المستشار عاوز بطوله فبنجيب له حكام مصريين، خدوا الحته اللي هي اللي تخليها تطلع بالحوار ده يعني، بس انا ما قلتش كده يعني.
طيب بمناسبه كونك طبعا ده كان ماتش الفاينل كاس صح اللي الزمالك كسبه من ساعتها بيتكلم عنه المهندس فرج عامل لغايه النهارده تقريبا الماتش ده. بمناسبه كونك اهلاوي هل ضمن طموحك انك تشتغل في النادي الاهلي سواء عضو مجلس اداره سواء مدير تنفيذي او اي منصب؟ لا لا ليه؟ انا عضو عامل في النادي الاهلي مظبوط بس ما تشتغلش في لا الاهلي لا لا يعني ليه؟ مش بشتغلش يعني جانيت خبرات وفي نفس الوقت ده انتمائك فليه ما تسعاش لده؟ لا يعني انا طبعا اتشرف ان اكون عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، لكن انا يعني مجال الاداره الرياضيه دي انتهت بالنسبه لي عند المدير التنفيذي اتحاد الكوره، تمام وتوليت اداره اتحاد الكوره مرتين بعد الكابتن هاني شهور وبعد الاستاذ جمال علام مظبوط شهور. انتهى يعني فكري كاداره تنفيذيه، لانك انت برضو انا عضو مجلس نواب، يمكن الكابتن شوبير اختلف معايا كتير جدا ازاي يبقى مدير تنفيذي وعضو مجلس نواب. هو كان حق، يعني هو كان على حق ان فعلا لما تكون عضو مجلس شعب عن ارياف بالذات، عن مركز محافظه الشرقيه، وتبقى مدير تنفيذي تروح الشغل كل يوم، لا الموضوع صعب شويه، كان بيجي على حساب بيتي وولادي مفهوم. واخواتي ما بيشوفونيش وكده. اما النهارده انت مجال بقى انك تبقى عضو مجلس اداره اتحاد كوره، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ده مواضيع ممكن وارده ايوه وارده في توقيت معين، بس انا ما تمام. فكرتش يعني. بكونك بقى عضو جمعيه عموميه وقت انتخابات الاهلي تبقى عامل ازاي؟ يعني مثلا هتكلم مش اللي فاتت دي لان ما كانش فيها تنافس على منصب الرئيس، لكن اللي قبلها المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب، كنت في اي اتجاه؟ الانتخابات الأولى مع المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب، أنا كنت من محبي المهندس محمود طاهر جدا، رغم حبي طبعا الكابتن الخطيب، بس كابتن الخطيب أنت بتحبه كنجم يعني. ايوه لكن الانتخابات اللي فاتت طبعا الكابتن الخطيب بقائمته، أنا كنت لأن حسام غالي ده صديق وأخويا طبعا بقيمته، بمعنى انك اخترت طبعا مرتجي على حساب الدرندلي. يعني انا بحب الاثنين، فمش هقول لك انا اخترت مين، لكن خالد رندلي انا احبه جدا. تمام واللي عجيب جدا ان الكابتن خالد رندلي، استاذ خالد رندلي والاستاذ خالد مرتجي وانا ضابط شرطه في مدير نادي الشرطه في مدينه نصر، جولي الاثنين كانوا في قائمه واحده وجولي عشان الانتخابات، عشان انا ضابط شرطه وعضو في النادي الاهلي وكل، فتخيل بقى الاثنين صحاب جدا وجايين لي الاثنين، فالاثنين حبايبي. فانا مش عاوز اقول لك انا كنت يعني طبعا قائمه كابتن خطيب، لكن موضوع بقى خالد مرتجي وخالد رندلي دي بقى دي نخليها بره الهوا. طيب بعد الفاصل عشان نسمع عن المعلومه دي بس مش هينفع اقولها لكم، هنكمل مع اللواء ثروت السلام لان في العديد من الملفات، وكمان هنتكلم عن رابطه الانديه بشكل خاص بعد الفاصل في الماتش. خليكم معانا. حفل سنوي دايما نادي وادي دجله بيحرص على ان يعمل الحفل السنوي لتكريم الابطال بتوعه في مختلف الالعاب، والحمد لله التكريم النهارده كان الحمد لله يعني كرم الابطال بتوعنا بتوع السنه دي، والحمد لله لاقى يعني الحمد لله اقبال من الساده الاعضاء. يعني بدات باتيناج وانا عندي 12 سنه، الحمد لله محققين كويس قوي في الموسم اللي فات في الباتيناج. اول حاجه انا بطل افريقيا، شاركت اربع بطولات افريقيه، الحمد لله خدت 16 ميداليه 11 جولد منهم، وخدت لقب احسن لاعب في افريقيا في 2018. انا كنت بلعب لحد 18 سنه ناشئات في دجله، كنت بلعب اخر كابتن لعبت معاه كان كابتن عمرو جوده، وكان معانا مدير الفني كابتن تامر وكابتن ايهاب، الصراحه كان كل حاجه ماشيه مظبوطه ومعانا كابتن كويس وكان كل حاجه، بس للاسف السنه اللي فاتت ما وصلناش بس فاينلز، بس الحمد لله كان موسم حلو قوي ونفسي فعلا يتكرر تاني مع صحباتي وزمايلي والكابتن بتاعي كمان. احنا السنه اللي فاتت كنا في دوله بنين في بطوله افريقيا، كان في اكتر من 90% من منتخب من لاعبي وادي دجله، واحنا حققنا مركز تاني افريقيا السنه دي. بس محمد جمال يعني كفرد، اللي هي لعبه فرديه طبعا سباقات، هو جايب 4 ميداليات ذهب ان شاء الله السنه دي، هو يشارك في بطوله العالم، ويعني نحاول بقى على قد ما نقدر يعني نحسن ترتيبنا يعني عالميا.
احنا تطوير المنظومة الاحترافية للرياضة مش سهل، فبالتالي لازم يكون في عمل ورؤية واجتهاد كبير جدا. علشان كده بنقول رياضة الاحتراف في رياضة البطولة هي جزء اقتصادي، والاقتصاد هنا في دعم حكومي لكن مش المفروض يكون هو الأساس، لأنه لو هو الأساس هنفضل في حد ما نزيدش عنه في الإعداد البطل. عشان كده كان لازم نعمل تنمية موارد أخرى وندعم، ودي في الحقيقة بدأناها من 2019. عملنا تنمية موارد لدعم الرياضيين والأبطال، وده حصل الحمد لله. الألعاب الفردية حاجة مبشرة جدا، يمكن في احتفالية عيد الأم بندشن أول صندوق لدعم الرياضة المصرية، صندوق خيري لا يهدف للربح. أنا شايف دي خطوة مهمة جدا 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 لإعداد جيل أولمبي قوي، نقدر من خلال هذا الصندوق بالعلم وبالإرادة وبالفكر المتطور بمواكبة كل التطورات اللي حصلت في العالم بره في مجال الرياضة، صناعة البطل الأولمبي، صناعة البطل الرياضي. الصندوق ده من 2017 وكان في خطة حسيسة ان هو يطلع، ولكن ظهر للنور النهاردة بعد إجراءات عديدة جدا. يعني تم عرض الإجراءات الخاصة بالصندوق مع هيئة الرقابة المالية، لأن الصندوق يراقب بهيئة الرقابة المالية في مصر. والصندوق عند لقاء معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض موضوع الصندوق، فوجه سياده الرئيس على حاجتين مهمين جدا: الحوكمه والاستثمار الامن. انا امنيتي ان هم يبقى عندهم اكثر ملف مفتوح يشتغلوا عليه، وانا ازعم ان فكره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هو مهتم من اول يوم جه، لان هو راجل ناشط جدا في فكره الاستثمار، وهو متربي في مدرسة الاستثمار الرياضي. صناديق خيرية زي ما حضرتك شايف، المجلس الإدارة معظم أعضائه مستقلين، كلهم خبراتهم في الرياضة والاستثمار. احنا دورنا مدير الاستثمار لأموال الصندوق، فبعد ما الفلوس بتدخل الصندوق احنا بنتولى إدارتها، بحيث انها يبقى بنعظم الأداء أو بنعظم العائد عليها. استثمارات الصندوق كلها أدوات آمنة، ده بيدي ثقة أكتر للمستثمر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، منورنا في الماتش، ولسه منورنا اللواء ثروت سويلة عضو رابطه الانديه وعضو مجلس البرلمان. اهلا بيك يا فندم، منورنا. انا فرحان بيكم ومتشرف بيكم والله، شرف كبير لينا. سالت اللواء ثروت سويلة في الفاصل، صوتت بقى لمين، الدرندلي ولا مرتجي؟ وقال لي تنفع اقول، قال لي اقول، هو صوت للاستاذ خالد الدرندلي. تمام، انت اللي قلت لي اقول. ليه صوتت للدرندلي مش مرتجي رغم تصويتك لباقي قائمه الكابتن الخطيب؟ لا، رغم حبي لخالد المرتجي. رغم حبك انا بحبه جدا ومحترم جدا وتاريخ يعني طبعا، وابن عبد المحسن بير مرتجي حاجه كده يعني، بس انا كنت متعاطف جدا مع الاستاذ خالد الدرندلي. حسيت ان يعني ما خدش حقه. كان حقه يستمر، وكان الاستاذ خالد المرتجي يكون ليه دوره مفهوم في منصب معين برضه، بس لكن هي الموضوع موضوع تعاطفا يعني. اي مفهوم. لكن حبي لخالد المرتجي لا يعني مفهوم، هي في الاخر انتخابات، والتصويت في لحد مش معناها عن حب الاخر يعني. طبعا. تتوقع مين يكون رئيس الاهلي المقبل بقى؟ تتوقع ولا انا اتمنى مين؟ تتمنى مين؟ انا طبعا كنت اتمنى ان بعد الكابتن الخطيب يكون الكابتن طاهر وزيد. لحبي وصداقتي بيه. وشايف ان حسام غالي ان شاء الله بعد اذنك يعني يكون بعد طاهر ابو زيد. لان حسام غالي ده حاجه قيمه جدا، وفعلا فعلا رئيس النادي الاهلي في المستقبل. وتوقعك للمقبل، رئيس الاهلي المقبل؟ وقلت للكابتن حسام غالي احنا في المجلس، قلت له انت هتبقى رئيس الاهلي؟ لا، قلت له لازم تخش العضويه، قال انا عضو في الشركه. قلت له لازم تخش مع الكابتن الخطيب في القائمه بتاعته. لانك انت ان شاء الله باذن الله بعد 10 سنين هتكون رئيس النادي الاهلي. لان انت شايف الشخصيه اللي قدامك، وشايف كاريزما وقياده وحاجه كده. حاجه تشرف يعني. صح. طيب، للانتقال بقى للرابطه. الرابطه شايف عملها ازاي حتى الان، وهل راضيين عن ادائكم فيها حتى الان؟ اكيد ان اللي اتعمل في الرابطه ما كانش متخيل، او انا عن نفسي ما كنتش متخيله. لان انا قبل كده اتعملت رابطه في 2018 برئاسه المهندس محمود الشامي، وانا كنت عضو فيها برضه. وكان كابتن هاني حريص جدا انه يعمل رابطه بشكلها الاحترافي، لكن ما شافتش النور يعني. فانا قلت برضه هتبقى رابطه زي كل الروابط اللي اتعملت، لكن لا، انا شفت رابطه وشفت العناصر اللي موجوده، بدايه من دكتور احمد دياب
اللي هو صفي، الكابتن عامر حسين، دكتور شريف صالح، كابتن عماد متعب، اسماء فعلا، الكابتن خالد رفعت، كلها حابين جدا يعملوا حاجه. شايفهم ان هم فعلا ممكن يكون اغلبهم ما اشتغلوش في الاداره الرياضيه، أيوة. ولكن قد ايه ان هم كل واحد حريص جدا انه يعمل بصمه في الدوري الممتاز. واحنا شفنا قد ايه يعني، برضو خلي بالك يا كابتن هاني، احنا اجتماعاتنا مش كتيره، بس حطينا نقط رئيسيه. ايوه، المسابقات الكابتن عامر حسين، التسويق الرياضي والاستثمار الرياضي عشان تسوق الدوري، دكتور احمد دياب، مع الكابتن خالد رفعت، مع دكتور شريف صالح. النهارده كان في عندكم بروتوكول مع رابطه مكافحه المنشطات. فاللي انا بكلم حضرتك الاعمال الاداريه والكلام ده، واللي هو صفيه طبعا ده كبرنا في المجلس او في الرابطه، فاحنا بنشتغل باحترافيه. شفنا المنتج ايه؟ دوري قوي، مفيش مجاملات، مفيش تاجيلات لاي نادي، بس تلفزيوني محترم جدا، ده كله خطوات الرابطه. فاللي انا بكلم حضرتك عليه، لا، في امور محترمه جدا بتدار بيها الرابطه. موضوع بقى الرابطه هتكمل، ايوه، السنه 4 سنين مع او السنتين بتوع الاتحاد، كل ده لسه بيدار وبيتناقش فيه عشان يتعمل لائحه، ايوه، النظام الاساسي للرابطه. لان الرابطه مين اللي بيعمل اللائحه دي بتاعت الرابطه؟ برضو الدكتور شريف صالح، مع الكابتن خالد رفعت، مع الدكتور احمد دياب. تمام، يعني هما اتفقنا ان هما يدرسوها هما الاثنين، ونقعدوا مع الاستاذ احمد دياب وينسقوا مع بعض، وبعدين تتعرض على الرابطه، وبعدين نعرضها على ال 18 نادي اللي هي الجمعيه العموميه للرابطه. هل ضمن يعني رغباتكم او طموحكم ان لجنه الحكام تبقى تابع لرابطه الانديه مش اتحاد الكره؟ لما تكون علاقتك باتحاد الكره علاقه قويه ومحترمه زي اللي موجوده حاليا، ما اعتقدش ان ممكن انت تفكر تحكيم يبقى مع مين. تمام، وبعدين اللي بيدير التحكيم الكابتن عصام عبد الفتاح، فعلا من افضل من تولوا رئاسه لجنه التحكيم. فانت بتتكلم لجنه حكام قويه جدا، لجنه رئيسها محترم جدا، حكام محترمين، ايه بقى تبع الرابطه ولا تبع اتحاد الكوره؟ وبعدين انت نقلت الرابطه لمقر اتحاد الكوره، أيوة، من الاسبوع اللي فات ده، ده خليك خلاص بقيت انت واتحاد الكوره يعني ضلع اساسي. ما كانش موجود ليه ده قبل وجود المجلس الحالي لاتحاد الكوره؟ يعني ولا الرابطه كانت في مقر الاتحاد، ولا كانت العلاقه قويه زي ما هي دلوقتي؟ هل كان خلافات مع احمد مجاهد رئيس اللجنه وقتها؟ خالص، لان يعني ما هو انا اللي اختارني في الرابطه الاتحاد الكوره برئاسه المهندس احمد، كان هو رئيس الاتحاد. لكن لا، هو ما كانش الخلاف، لكن كان في انتظار تشكيل اتحاد جديد. وبالتالي يعني احنا ما بدانا في شهر 10 كنا عارفين ان في انتخابات في شهر يناير. فبالتالي كان مؤجل، اتعمل مقر للرابطه بعيد عن الاتحاد، على اساس ما يتم وجود اتحاد كوره يبقى في نوع من التنسيق التام، أيوة، بينهم. لكن مش كان على خلاف او سبب خلاف مع المهندس احمد مجاهد. ايه مخططاتكم كرابطه للكره المصريه مستقبلا سيادتك؟ يعني يتعمل دوري محترم، يتعمل جدول مش بالطريقه اللي احنا ماشيين فيها طبعا، ما كانش قدامك غير كده على فكره. يعني احنا قعدنا مع ال 18 نادي، ايوه، قلنا تحبوا الدوري يكون ازاي؟ يكون مجموعتين، ايوه، يكون مجموعه واحده، اختاروا مجموعه واحده. ما كانش عندك المساحه الزمنيه اللي تعمل دوري افضل من كده، كل 3 ايام ماتش، هو ده اللي موجود. طيب الناس اشتكت من ماتشات افريقيا، ما احنا عرضنا على الانديه المشاركه افريقيا، تحبوا ايه؟ تحبوا الثلاث ايام يكونوا قبل الماتش الاولاني ولا الماتش الثاني؟ كل اللي بيحصل ده يا كابتن هاني تم دراسته مع الانديه، وعشان كده بقول لك فعلا رابطه محترمه جدا، عندها اليه محترمه في التعامل. احنا كمان بندرس دلوقتي ازاي التسويق بتاع الدوري، ايوه، هل النظام الاسباني اللي يتناسب معانا، أيوة، ولا الايطالي، ولا الانجليزي اللي ما تناسبش معانا؟ كل ما يتناسبش ليه معانا الانجليزي؟ ما يتناسبش معانا لانك انت عندك انديه زي اهلي وزمالك مستوى معين، صعب جدا الانديه الثانيه تاخد توافق الاهلي والزمالك يتساووا معاهم. النظام الانجليزي الانديه كلها بتتساوى في مرحله معينه في توزيع النسب، ده صعب يتعمل في مصر. طيب سالت حضرتك السؤال ده في التليفون من عده ايام، وبساله بقى هنا بما ان القعده اطول، يعني هل في نية لتشفير الدوري؟ لا خالص، لا خالص، الدوري يعني البث الفضائي بالذات هيكون مجمع، لان انت عندك قنوات كلها، حريص جدا الرابطه مع الاتحاد ان يكون كله على مسافه واحده، فما اعتقدش اللي هيحصل. طيب بالنسبه للرابطه في اول تشكيلها
كان في ضيق في الوقت فجأة كده الرابطة اتكونت، ده عمل لكم أي مشاكل في سياساتكم أو طريقة دراستكم للأمور؟ لما تكون مدعوم، لما تكون أي منظومة واخدة الدعم من الدولة بتلاقي الطريق سهل قدامك. فبالتالي طالما أنت رابطة مدعومة من أجهزة الدولة أنها تنجح وأن هي تعمل الصح وان توجهات الدوله هي اللي تمشي، لانك انت في الاول وفي الاخر الدوله عاوزه تعمل منظومه رياضيه وكرويه محترمه، فبتختار عناصر معينه لاتحاد الكوره للرابطه، العناصر دي لازم تمشي على المنهج اللي محطوط ليها. تمام. فبالتالي انت ماشي ففي دعم ليك. ايوه. فطالما في دعم ليك، في دعم ليك في الماتشات، في عوده الجماهير. تمام. هو مين اللي بيرجع الجماهير؟ واتحاد الكرة اللي بيرجع جميل؟ لا، ولا الرابطة، الدولة، الأمن. على إيه؟ مظبوط، الأمن. والأمن حريص جدا إن هو يكون جماهير الكورة موجودة في الملاعب. تمام. لأن ده بيؤدي إلى رسالة إن إحنا عندنا أمن، وأعتقد مش مجاملة إن أنا ابن وزارة الداخلية يعني أفضل أمن موجود في الدول العربية كلها في مصر. فبالتالي أنت عندك قيادات أمنية. كابتن هاني، أسوأ خدمة بيمر بها الضابط هي خدمة الكورة، ماتش الكورة. لأن ماتش الكورة أنت حضرتك ماتش مصر هيكون الساعة 9. أيوة. طيب الضابط الشرطة والمجند 9:30 تماما. 9:30 مظبوط. هيروح الاستاد الساعة كام؟ من أول اليوم 9 الصبح. من قبل الصلاة. تخيل حضرتك يقعد 9 الصبح لحد الساعة 1 بالليل لحد ما الجماهير تمشي. وبالتالي اللي بيشيل عبء الكلام ده الشرطة. عشان كده بقول لحضرتك أنت النهاردة عندك شرطة قوية، عندك منظومة تذكرتي حاجة محترمة جدا وراقية جدا، عندك الشركة الأفريقية حاجة محترمة جدا. فبالتالي كل العناصر اللي موجودة. تمام. تنجح موجودة. واضح ان مفيش نية لزيادة عدد الجمهور في الفترة اللي جاية، لانه رئيس الرابطة نفسه قال ان العدد اساسا 2000 ما بيكتملش، فنزوده ليه؟ ولا فكرتوا فيها؟ ما فكرنا فيها ان لما يكون في التزام جماهيري ممكن تبقى 5 تبقى 10 الكلام ده. تنسيقا مع الامن. بس زي ما حضرتك بتقول كده انت ال 2000 هم اللي بيروحوا الماتش، طب فبالتالي هتزود في ايه؟ لكن انت النهارده ماتش مصر والسنغال استاد القاهره هيتملي 60,000 باذن الله. سؤالين اخيرين، سيمي فاينل وفاينل كاس الرابطه اتحدد ميعادهم او في مواعيد مقترحه؟ في توقف شهر 6. في توقف شهر 6. طيب اخيرا كنائب بسال حضرتك بقى ومختص في الرياضه، قانون الرياضه جدل دائم، الى اين وصل او في تعديلات محتمله او ايه الدنيا؟ من اول ما دكتور اشرف صبحي مسك الوزاره واحنا بنتناقش معاه عشان نعدل بعض المواد اللي هو في التحكيم والاستثمار الرياضي والجامعات العموميه. يمكن بقى لنا 3 سنين اهو بنتكلم في الموضوع ده وجدل، لان ما ينفعش ان انا اقتص من قوة الوزارة للجنة الأولمبية. أيوة. لا. لازم الدولة الممثلة في وزارة الشباب والرياضة هي تكون المهيمنة على الرياضة في مصر. وبالتالي هو ده التعديل اللي بيحصل في قانون الرياضة. تمام. سيادة اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية وعضو البرلمان، اتشرفت بوجودك معايا، وربنا يعينكم في الفترة اللي جاية وتقدموا للرياضة المصرية ما تستحقه ويستحقه الجمهور المصري. أنا شرف ليا أن أنا أكون معاك، لأن أنت حاجة فعلا الإعلام الراقي ودايما كده تكون متألق بإذن الله زين. بشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا. تشكر. نورنا اللواء ثروت السويلم، وأنتم كمان كالعادة نورتونا. بكرة إن شاء الله لقاء جديد أخير لهذا الأسبوع قبل المواجهة المرتقبة ما بين مصر والسنغال، فتحيات كل فريق العمل في الماتش وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.